بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على موضوع الهيموليتيك يوريميك سيندروم. طبعا الهيموليتيك يوريميك سيندروم هو مرض مهم جدا في الاطفال في البيدياتريك، لانه بيجي في البيدياتريك اقل من سن 5 سنين. والكلمه طبعا فيه هيموليسيس وفيه يوريميا، والسيندروم يعني مجموعه من الاعراض. طيب الاسم ده جه منين؟ هنعرف حالا اهو. لازم اول حاجه نبدا بيها في الديزيز ده هو الباثوفيسيولوجي. ان الباثوفيسيولوجي لو فهمناه هنفهم السيمبتومز وهنفهم التريتمنت والانفستيجيشن. كل حاجه في الدرس ده متوقفه على فهمك الباثوفيسيولوجي. الهيموليتيك يوريميك سيندروم بيحصل فيه اول حاجه بيحصل فيه ان التشايلد ده اللي هو اقل من 5 سنين بيبدا يجيله انفكشن في جي اي تي تراكت بالاشريشيا كولاي. الاشريشيا كولاي انفكشن دي بتطلع توكسين. التوكسين ده بيبقى اسمه شيجا لايك توكسين. التوكسين ده طبعا بيعدي من الانتستين يروح على السيستميك سيركيوليشن. بيروح على السيستميك سيركيوليشن. التوكسين ده هو اللي بيقوم بعمليه الباثوفيسيولوجي كلها. عن طريق انه بيعمل ايه؟ بيقوم رايح على البلاد فيسل، وخصوصا البلاد فيسل بتاعه الكدني. بيعمل فيها ايه؟ بيعمل توكسين ميدييتد انوثيليال انجري. يعني التوكسين ده اللي هو الشيجا لايك توكسين بيروح على البلاد فيسل بتاعه الكدني يعمل لها انجري، يعمل انجري في الاندوثيليوم. الانجري في الاندوثيليوم دي بيقوم عامل اكتيفيشن او محفز للبليتليت. البليتليت دي تقوم راحه في البلاد فيسل بتاعه الكدني كلها اللي هي حصل لها انجري بالتوكسين ده، تقوم مترسبها على جدار الاندوثيليوم. تمام، يبقى كده انت عملت اكتيفيشن للبليتليت كلها اللي في الجسم، راحت للاندوثيليوم ولزقت عليه، فعملت لك ايه؟ عملت لك مايكرو ثرومباس. يبقى ادي الفيسل اهو بتاع الكدني، قامت الثرومباي لما حصل انجري بالتوكسين قامت البليتليت لازقه على الاندوثيليوم وعامله ثرومباس. تمام، في طبعا في الفيسلز قلنا خصوصا بتاعه الكدني. يبقى كده دي اول حاجه. يبقى اول حاجه حصلت ايه؟ ان البليتليت كونت ثرومباس. تمام، في الفيسلز وخصوصا بتاعه الكدني. طيب انا لسه قايل ان البليتلت هي اللي بتكون الثرومبس، يعني البليتلت بيحصل لها كونسامشن في تكوين الثرومبايد الثرومبس دي، فبالتالي ان عدد البليتلت هيقل فيحصل لك ثرومبوسايتوبينيا. يبقى دي تاني حاجه. يبقى اول حاجه حصلت ثرومبس نتيجه ان البليتلت حصل لها كونسامشن ولزقت على جدار الفيسل، والكونسامشن بتاع البليتلت ده قلل لك عددها فحصل لك ثرومبوسايتوبينيا. الحاجه الثالثه بقى ان طبعا في الار بي سيز وهي عماله تعدي ممكن بيبقى في ثرومبس مش قافله الجدار كله، لا ثرومبس مثلا قافله نص الجدار بتاع الفيسل، فبالتالي بلاد فيسل الار بي سيز وهي معديه هتقوم خبطه في الثرومبس دي بيحصل لها هيمولسيس. تمام، يبقى ار بي سيز هيحصل لها فراجمنتيشن هيمولسيس نتيجه ان هي عماله تخبط في الثرومبس دي. تمام، وطبعا الثرومبس اللي اتكونت دي بتعمل لك اند اورجان دامج، لان هي بتقفل لك بلاد فيسل كتير في الاورجان زي الكدني مثلا اللي انا لسه حاكي الموضوع بتاعه. يبقى تمام، يبقى ده كده الباثوفيسيولوجي. يبقى الباثوفيسيولوجي نعيده تاني، اللي بيحصل اول حاجه ان بيحصل انفكشن في جي اي تي تراك بتاع تشايلد اقل من 5 سنين عن طريق الاشريشيا كولاي. الاشريشيا كولاي هتطلع لك توكسين اسمه الشيجا لايك توكسين. الشيجا لايك توكسين ده يعدي من الانتستين يروح للسيستميك سيركيوليشن. هيبدا بقى يعمل لك الباثوفيسيولوجي اللي هو بيتكون من 3 حاجات. اول حاجه هيعمل لك ثرومبس عن طريق انه بيكتب البليتلت، فيعمل لك ثرومبس في الفيسل بتاع الاورجن وخصوصا الكدني، فيعمل لك اند اورجان دامج للكدني. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه المايكرو ثرومبس اللي اتكونت دي اتكونت عن طريق الكونسامشن بتاع البليتلت. البليتلت هي اللي كونتها، فانت قللت البليتلت في الجسم كله فبالتالي عمل لك ثرومبوسايتوبينيا. دي تاني حاجه. تالت حاجه عندك ان في بعض البلاد فيسل الثرومبس ما بتقفلوش كله، فبالتالي الار بي سيز وهي معديه بيحصل لها تكسير هيموليسيس. يبقى دي تالت حاجه. يبقى الهيموليتيك يوريميك سيندروم اتسمى كده ليه؟ عن طريق لان زي ما قلت بيحصل هيموليسيز الار بي سي بتتكسر، بيحصل ثرومبس واند اورجان دامج للكدني، فبالتالي الكدني بيحصل كدني ورينال فيلير فيعمل لك يوريميا. تمام، يبقى من هنا جه الاسم بتاعه. تمام، يبقى نطلع من الباثوفيسيولوجي ب3 حاجات: حصل اند اورجان دامج، حصل كونسامشن للبليتلت ثرومبوسايتوبينيا، وحصل هيموليسيز. ال3 حاجات دول هم ملخص الهيموليتيك يوريميك سيندروم. طيب ايه الكوزز بتاعها؟ ايه اللي بيسبب الهيموليتيك يوريميك سيندروم؟ زي ما انا قلت اللي بيبدا الباثوفيسيولوجي كله السبب هو الشيجا لايك توكسين بتاع الاشريشيا كولاي، وده بيمثل 90% من الاسباب. يعني 90% من الحالات او اب تو 95% بيبقى السبب بتاع الشيجا لايك توكسين. في بيبقى نسبه قليله جدا خالص يعني بتحصل نتيجه الشيجا توكسين بتاع الشيجيلا ديزنتريا، وفي الستريبتو نيموني برضه ممكن اللي هي بتعمل ريسبيراتوري تراكت انفكشن، بس طبعا بيبقى قليل خالص. الحالات اللي هتشوفها بتبقى نتيجه انفكشن بالاشريشيا كولاي، والانفكشن بالاشريشيا كولاي دي بتبقى قبل السندروم بمثلا باسبوع، من اسبوع لاسبوعين. تمام، طيب ندخل بقى على الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر هي نفس الباثوفيسيولوجي اللي احنا قلناه، بس هيبقى صوره اعراض. احنا قلنا اول حاجه بتبدا
السندروم ايه هو الانفكشن الاشريشيا كولاي. بتبدا قبل السندروم من 5 ل 10 ايام الانفكشن الاشريشيا كولاي، بتروح تعمل انفكشن في الجي اي تي تراك، فبيجي لك بصوره العيان بيجي له دياريه، وخصوصا بيبقى بلادي دياريه، لان اللي بيعمل الانفكشن دي بيبقى الاشريشيا كولاي السلاله دي يعني بتعمل لك بلادي دياريه، تمام. فانت العيان هيجي بهيستوري عنده بلادي دياريه قبل ما الاعراض بتاع السندروم تبدا ب 5 او 10 ايام. طيب في بقى تريات، ثلاث حاجات اللي احنا قلناها بنسميها التريات بتاع سيمتومز اللي انا قلتهم من بصف السيولوجي، هما اللي بيحصل. قلنا بيحصل ايه؟ بيحصل ثرومبوسايتوبينيا نتيجه ان البليتلت بيحصل لها كونسامشن في تكوين الثرومبس، فما تكونت الثرومبس في ميني بلاد فيسلز في الكني، فهي قلت في الجسم، فبالتالي بيؤدي الى حدوث بيتيكي وبيبرا، ممكن يعمل لك ميكوزال بليدنج، ممكن يعمل لك بليدنج افتر ماينور كات، تمام، نتيجه ان عدد البليتلت قل، فتلاقي العيان جاي لك ببوتش او بقع كده، او بينزف مثلا من المناخ من النوز، او بعد اي كات او تروما حصل برولونجد بليدنج، تمام، نتيجه ان الثرومبوسايتوبينيا البليتلت قل. طيب تاني حاجه قلنا ان الار بي سيز بتتكسر وهي بتعدي على الثرومبس، فبيحصل لك مايكرو انجيوباسيك. مايكرو انجيوباسيك يعني التكسير بيحصل في بلاد فيسل صغيره اللي هي بتاع الكني، هيموليتيك انيميا، تمام، بيحصل هيموليس. طيب هي العين هيجي لك بايه؟ الهيموليسيس طبعا الار بي سيز بتتكسر فبتطلع بالروبن، فيجي لك جونز، والهيموجلوبين بيتكسر بيعمل لك انيميا، فبيجي لك اعراض الانيميا اللي هي فاتيج، ديزنيا، بلك. طيب السيمتومز او مجموعه الاعراض الثالثه قلنا الثرومبس دي بتحصل في خصوصا يعني في الكدني، بتحصل في اماكن ثانيه نورم حالا، بس طبعا خصوصا سبيشالي في الكدني، واللي بيجي لك بالاعراض بتاع الامبيرد رينال فانكشن، بيجي لك بايه؟ ممكن يجي لك بهيماتيوريا، بروتينيوريا، البروتينيوريا البروتين بتاع اليورين بتاعه فيه فروس يورين، يجي لك طبعا هايبرتنشن طبعا من الاعراض المشهوره في السندروم ده، بيجي لك بالجوريا انوريا، يقول لك الطفل ده اللي هو اقل من 5 سنين ما بيجيبش بول او بيجيب بول قليل خالص، وعنده ضغطه عالي هايبرتنشن، تمام. يبقى دي كده بنسميها التيبيكال ترايات بتاع الهيموليتيك يوريميك سيندروم. ده العين بيجي لك بيه، بيجي لك بهايبوتنشن وليجوريا، يجي طاقته عالي، ما بيجيبش بول كويس، يجي لك باعراض الهيموليسيس، عنده جوندس، عنده بالور، مش قادر ياخد نفسه، ما بيقدرش يتحرك كتير، عنده فتيج، يجي لك ببليدنج من اي مكان، من الجلد مثلا تلاقي بوتاش، بيربرا، بليدنج من النوز وهكذا. ده التيبيكال ترايات بتاع الهيموليتيك يوريميك سيندروم، تمام. يبقى ده كده مكتوب تحت اخر سطرين، التيبيكال هيموليتيك يوريميك سيندروم بيشنت از بري سكولر، اقل من 5 سنين، هو هات دايريا ايرنس في باست من 5 ل 10 ايام، تمام، جاله دور دايريا سالو، بعد كده بعد 10 ايام جاله بقى ايه؟ بتيكي، جاله جوندس، جاله اوليجيوريا، تمام. ده التيبيكال، الحاله التيبيكال. طبعا دي اكتر الحالات، هتجي لك حالات زي دي كده تيبيكال، بس في بعض الحالات يعني ما بتبقاش تبك، بتيجي لك مثلا بدائريه وبعدها يجي لك مثلا ثرومبوسايتوبينيا وامبيرد رينال فانكشن، امبيرد رينال فانكشن وهيموليتيك انيميا، تمام. ساعات مش بتلاقي الثلاثه دول موجودين مع بعض، تمام. يبقى ده كده الكلينيكال بيكتشر، اظن مفهومه خالص يعني، وقلنا العيان بيجي لك ازاي. طيب اللي بيقول لك ان الهيموليتيك يورينك سيندروم ده ساعات بيعمل كومبليكيشن، الكومبليكيشن نتيجه التوكسين طبعا، التوكسين ممكن لو التوكسين في التوكسين البيشنت ده ما خدش تريتمنت كويس والديزيز استمر عنده، ممكن يعمل لك كرونيك كيدني ديزيز، العيان يبقى مريض كلى مزمن، او يخش لك في اند ستيج رينال ديزيز اللي هو احنا ما عالجناهوش كويس، تمام. دي اول كومبليكيشن، دول اشهر اتنين كومبليكيشن طبعا. سي ان اس كومبليكيشن ممكن تحصل برضه في بعض العيانين، يجي لك بسيجرز او يجي لك ببريسس، تمام، وهنقول بنتعامل معاهم ازاي في التريتمنت، تمام. يبقى دي كده الكومبليكيشن وقلنا كلينيكال بيكتشر. طيب الدياجنوز، انت الديزيز ده بتشخصه كلينيكال، هو كلينيكال دياجنوزس يعني انت من الهيستوري بتاع العيان يقول لك ده عيل صغير عنده 5 سنين، جاله دور اسهال بلادي، وبعد كده بدا يجي له ضغط عالي، ما بيجيبش بول كويس، بدا جلده يصفر، جوندس، ما اعرفش، مش قادر يتحرك، جاله بليدنج، بيربرا، وبتيكي، الكلام ده كله هتعرف تشخص كلينيكال دياجنوزس يعني. الكلام ده كله انت بقى بتعمل تحاليل بانك تستبعد الاسباب التانيه اللي بتعمل الاعراض دي، وانك كمان تاكد على الهيموليتيك يوريميك سيندروم. زي ايه؟ عندك الهيماتولوجي طبعا، هيماتولوجيكال ماركر، انت قلنا هنقول برضو الدياجنوزس، الحاجات اللاب دي من نفس البصر في السيرولوجي، الثلاث حاجات احنا قلنا برضو بيحصل هيموليسيس، الهيموليسيس ده بيعمل لك ايه؟ بيقلل لك الهيموجلوبين، بيقلل لك الهبتاجلوبين، بيزود لك البروبين، بيزود لك الريتيكولوسايت، وبون مارو بيحاول يعوض الهيموليسيس يطلع ريتيك يعني، بيزود ال دي اتش نتيجه التكسير طبعا بتاع السيلز، بيطلع لك ال دي اتش، طبعا بيحصل لك شيستوسايت في البلاد سمير. يعني ايه شيستوسايت؟ احنا قلنا الار بي سيز وهي بتعدي من البلاد فيسل بتتكسر، بس طبعا مش كله بيتكسر، في حاجات بتقوم معديه كده بيحصل لها ايه يعني، جزء منها يتاكل كده نتيجه انه خبط في الثرومباي اللي في البلاد فيسل، فتمام، فتعمل لك شكل شيستوسايت لو انت خدت بلاد سمير، لو دي بيبقى شكلها. دي اول حاجه الهيموليسيس. ثاني حاجه قلنا بيحصل ثرومبوسايتوبينيا، انت لما تيجي تعمل له سي بي سي هتلاقي البليتلت قليل، تمام،
طبعا هتيجي تعمل له الحاجات التانية بتاع الكواجريشن بروفايل هتلاقيها نورمال ما فيهاش حاجة، لأن السبب هنا بليتلت طبعا، وأنت بتعمل كواجريشن بروفايل عشان تستبعد الحاجات التانية، الحاجات التانية زي الدي أي سي والأسباب التانية بتاعة الثرومبوسيتوبينيا والهيموريس. تمام، بتعمل له سيروم كيمستري. طبعا احنا قلنا بيحصل امبيرد رينال فانكشن، فأنت لما تعمل يوريا وكريات هتلاقي اليوريا والكريات عاليين جدا، هتيجي تعمل يورين أناليسيز ممكن تلاقي هيماتيوريا وبروتين يوريا، ده بيقول لك إن عنده امبيرمنت رينال فانكشن. تمام، ده كده الدياجنوز زي ما قلت، هو بتشخصه كلينيكال تمام من الهيستوري ومن السيمتومز اللي احنا قلناها. الدياجنوز دي بتعمله بانك تستبعد الحاجات التانية وبتاكد لك برضو على التشخيص بتاعك. طيب كده اتكلمنا عن كل حاجه، فاضل التريتمنت. التريتمنت بتاع العيان ده ايه؟ بيبقى سبورتيف. سبورتيف ليه؟ لان معظم الحالات دي واكتريه الحالات بتعدي منها، بيجي كدور كده بيفضل فتره والعيان بتعمله سبورتيف بس كير، والعيان بيعدي خلاص ما بيحتاجش تريتمنت مثلا الا في حالات معينه هنقولها، هنقول امتى نتدخل بتريتمنت. تمام، يبقى قلنا علاج العيان ده ايه؟ بيبقى سبورتيف، ومعظم العيان بيعدوا منه، بتعمل له مونيتور وكوركت، بتمونيتور الفلويد ستيتس، لان زي ما قلت الكدني بيحصل امبيرمنت رينال فانكشن، فبتلاقي تغير في الفلويد، تغير في الالكترولايت، وفي اسيد بيز ديس اوردر، فانت لازم تمونيتور، ولو اي حاجه من دي لقيت فيها ابنورماليتي تصلحها. تمام، تعمل فلويد ستاتس ابنورماليتي تعملها كوريكت، لو في الكترولايت ديستربنس اسيد بيز ديس اوردر تعملها كوريكشن. تمام، وتعملها مونيتور كويس، وتعمل مونيتور للبلاد بريشر، لان مهم جدا في العيانين دول، عيانين كتير بيجي لهم اليفيشن في البلاد بريشر، وطبعا لازم تعمل مونيتور، ولو لقيت عندهم اليفيشن في البلاد بريشر تعمل كوريكشن كويس ومونيتور. تمام، ده كده انت عملت سبورت للحاجات دي، خلاص العيان معظمهم هيعدوا منها وهيبقوا كويسين. في بقى عيانين تانيين بيبقى الكورس بتاع الديزيز لا يعني سيبير شويه، وبيحصل لهم بعض السيمتومز اللي تبقى انت لازم تتدخل فيه، زي ايه؟ الهيموليسيز مثلا ممكن يبقى سيبير، يقلل لك الهيموجلوبين يخليه اقل من 7، فبالتالي انت لازم تتدخل في اللحظه دي وتعمل له ار بي سي ترانسفيوجن، تنقل له ار بي سي او حتى تنقله بلاد. ممكن زي ما قلنا في عيانين بيحصل لهم سيجرز، بيحصل لهم سينس كومبليكيشن وسيجرز، انت برضو لازم تديهم في الوقت ده انتي ابيليبتيك دراج زي الديازيبام والفينيتويد. في عيانين بيبقى الكيدني فانكشن بتبقى سيفير لدرجه انه يدخل لك في كومبليكيشن محتاجه منك انك تبدا تعمل دياليسيس، تعمل له غسيل، تخلي الطفل ده يعمل دياليسيس. تمام، وحتى في الستاتستكس اللي هم عملوه لقوا ان 50% من العيانين بتاع الهيموليتيك كرونيك سيندروم بيدخل في كومبليكيشن بيحتاجوا دياليسيس. تمام، ممكن برضو تعملوا بلازما اكسشينج لو في بقى هو حاله ريفراكتوري خالص وبريزيستنس تمام واستمرت وقت طويل وعمال يدخل في كومبليكيشن، ممكن تعملوا بلازما اكسشينج. تمام، دي كده الحالات المعينه اللي انت بتدخل فيها. تمام، انما زي ما قلت هو معظم الحالات سبورتيف وبتعد. في بقى دواء اسمه الايكوليزوماب. تمام، الدواء ده بيقول لك انت بتستخدمه في حالتين بس، لو هو العيان دخل في كومبليكيشن نيورولوجيكال سيمتومز عمال يدخل في سيجرز والادويه دي مش نافعه معاه، انت ساعتها بتديله الدواء ده. تمام، او في حاله كمان، حاله اسمها اتيبيكال ايمونيتيك كرونيك سيندروم اللي احنا هنقوله في السلايد الجاي. تمام، دي كده التريتمنت يعني ملخص التريتمنت. طيب في حاجه بقى انواع تانية، احنا اتكلمنا كل الكلام اللي انا عمال اقوله ده كله، ده بيبقى اسمه تيبيكال هيموليتيك كرونيك سيندروم اللي هو بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه الشيجيلا توكسين اللي هو البلادي دايريا اللي بيحصل له. تمام، دي الحاله اللي هي معظم الحالات اللي بتجيلك. في بقى حالات قليله جدا يعني الاذر تايبز انواع تانية بتبقى قليله يعني. تمام، زي ايه؟ في حاجه اسمها اتيبيكال هيموليتيك كرونيك سيندروم. الاتيبيكال هيموليتيك كرونيك سيندروم ده بيبقى هو والسكندري، في برده حاجه اسمها سكندري هيموليتيك كرونيك سيندروم، الاثنين دول بيبقوا حالات قليله طبعا، وبيبقوا هم نفس الكلينيكال بريزنتيشن يعني، بيجوا بامبيرد رينال فانكشن، بيجوا لك بثرومبوسيتوبينيا، بيجي لك بهيموليتيك انيميا، نفس الكلينيكال بريزنتيشن بس بيختلفوا في حاجات ثانيه. يعني الاتيبيكال هيموليتيك كرونيك سيندروم ده بيحصل نتيجه كومبلمنت اكتيفيشن، كومبلمنت اكتيفيشن ده هو اللي بيعمل لك الانجري للاندوثيليا. احنا على عكس بقى ايه؟ على عكس التيبيكال هيموليتيك كرونيك سيندروم اللي احنا عمالين نحكي عنه بقالنا شويه، ده بيحصل قلنا نتيجه الشيجيلا لايك توكسين، انما هنا لا، الاتيبيكال بيبقى كومبلمنت اكتيفيشن، وبيبقى طبعا بيبقى ورث بروجنوز، ده بيبقى اسوأ بكتير من التيبيكال هيموليتيك كرونيك سيندروم، وكمان ممكن يحصل في الادلت. تمام، ممكن يجي لك في الادلت. تمام، فده كده النوع الثاني اسمه تيبيكال هيموليتيك كرونيك سيندروم، وده اللي قلنا بتستخدم فيه ايه؟ الايكوليزوماب، لان هو اصلا بيبقى هو جاي من الاول هو سيفير والبروجنوز بتاعه وحش، فمن الاول على طول بقى انت ما بتعملش سبورت، لا ده هو من الاول عارف ان انت ده دي سيفير، فبتديله الدواء ده من الاول. خلاص، في بقى سكندري، يبقى في سكندري دي معناها السكندري لكوز معين زي البريجنانسي بياخد دراج، اوتوميون كانسر ممكن برده، بس طبعا بتبقى حالات قليله خالص يعني. خلاص، الاهم طبعا اللي احنا قايلينه اللي هو التيبيكال اللي احنا بنتكلم عنه. ما تمام، ده كده خلصنا كل الدرس، اتكلمت عن كل حاجه فيه. الهيموليتيك كرونيك سيندروم قلنا بيجي في الاطفال اللي هم من 5 سنين، قلنا الثلاث حاجات اللي بيحصلوا فيه، قلنا التريتمنت الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل، قلنا من امتى بنتدخل بتريتمنت، قلنا الاذر تايب بتاعه. تمام، كده
كل حاجة في الموضوع الهيموليتيك يورينك سيندروم انا قلت كده. الفيديو خلص، واتمنى تكونوا استفدتوا.